اهلا وسهلا بكم من جديد في وصفه جديده من وصفات مطبخنا ساره. وصفتنا لليوم تقدروا ديروها في فطور ان شاء الله تاع رمضان اللي راه على الابواب، هي دي كروكيت بالدجاج والخبز، او يعني معقوده الدجاج والخبز. تجي رائعه ولذيذه جدا وسهله التحضير وما فيهاش مقادير كثيره، يعني وحتى انه في هذه الوصفه تقدروا يعني تستهلكوا الخبز اللي يكون يابس عندكم. كما راكم تشوفوا راح نستعملوه اليوم، يعني الخبز خير ما ينقص راح نستعملوه اليوم في وصفة مليحة وبنينة. إذا لتحضير كروكيت الدجاج والخبز أو معقودة الدجاج والخبز نحتاج إلى مقادير تالية. إذا الدجاج أنا هنا ديت زوج صدورة دجاج وتقطعوهم هكا قطع صغيرة هكذا. الخبز كما قلت لكم، الخبز يعني الخبز اللي يكون عندكم خبز يابس او طري، اذا ما كانش عندكم يعني تقدروا تقلعوا به هذيك البابه يعني تاع الخبز اللي عندكم كما هكذا، تقلعوا لها كاع هذاك الدخلاني او البابه كما يسموها هكذا فوالا. نصف كاس او نصف فنجان حليب دافئ، ولي زيبيس نحتاج بابريكا، مغرف صغيره بابريكا او فلفله حمراء، مغرف صغيره حرور او فلفل اسود، مغرف صغيره ملح، وحبه بيض. ومن بعد نغمسو او نغلفو المعقوده تاعنا. راح نحتاج خبز مطحون لا شابلور، زوج حبات بيض، والفرينه. اذا بسم الله نبداو في طريقه التحضير. اذا اول شيء الخبز تاعنا راح نفرغوا له الحليب هكذا، نضغطوا عليها غير شويه هكذا، وراح نخلوها على جنب هكا يشرب لنا الخبز كاع داك الحليب اللي درناه فيه هكذا. اذا راح نستعملوا الروبو او القطاعه، يعني تستعملوا القطاعه اللي متوفره عندكم. راح نفرغوا فيها الدجاج تاعنا قادرين يعني تستعملوا ثاني هذيك القطاعه اليدويه او المانيال اللي كنت خطره قدمت بها معاكم في وصفه اخرى تاع كروكيت، هذيك ثاني تقدروا يعني تقطعوا بها. اذا راح نخلط هذا في الروبو نقطعوه ومن بعد نشوفوه. انا قطعت الدجاج كما راكم تشوفوا راه مطحون هكا مليح. الان راح نضيف له الخبز اللي كنا مقبل ضفنا له الحليب له لي زيبيس او التوابل تاعنا، اذا الحرور او الفلفل الاسود، الملح، بابريكا او الفلفل الحمراء، حبة تاع البيض. اذا خلاص راح نرجعهم للروبو يزيدوا يتخلطوا مليح. خلاص هكذا كما راكم تشوفوا راه تقطع كاع داك الدجاج وتخلط مع العناصر الاخرين. الان راح نديروه نفرغوه في الصحن تاعنا. اذا هكذا هذا هو الخليط تاعنا، رانا فرغناه كامل في الصحن هنا هكذا. نخلطوا البيض تاعنا بشويه تاع ملح،
نبداو نخبزو في الخبيزات تاعنا. اذا نديرو شويه زيت في يدينا خاطرش الخليط راه يتلصق شويه وراح يغبلنا كل ما نديروش الزيت. ونبداو ندو بشويه هكذا كميه تاع خليط ونبداو نخبزو فيها ونديرو طبعا الاشكال اللي نبغوها. انا غادي نديرهم شويه طوال هكذا مستطيلات يعني هكذا. هكذا اذا نفوتوهم اول شيء في الفرينه من بعد البيض واخر شيء فلاشابلور او الخبز مرحي. هكذا ونحطوهم في الصينيه تاعنا هكذا. نزيدو نديرو واحد اخرى. اذا نديرو الزيت في يدينا نجيبو كميه هكذا إذن أول شيء في الفرينة ثم البيض آخر شيء لاشابلور. وهنايا نزيد ونسكموها مليح هكا هكذا ونحطوها في الصينيه. اذا راني كملت الخبيزات تاعي كامل كما راكم تشوفوا، وهذه هي الكميه اللي حصلت عليها. راني درتهم مستطيلات كما هكذا. اذا الان راح نديروهم في الثلاجه، نخلوهم يعني لمده 20 دقيقه باش يشدوا رواحهم مليح، ومن بعد نخرجوهم نقلوهم مع بعض. اذا نديروا المقله تاعنا فوق النار، كي نحسوها حمات لنا نبداو نحطو في لي كروكات تاوعنا. ونخلوهم يتقلاو من الجهتين كيعطونا لا كولور هذيك الدوغي يعني او الذهبيه. نقلعوهم المقله ونديروهم في صحن طبعا، وداك الصحن نحطو فيه بابي ابسوربون، هذاك البابي يعني باش يشرب لنا الزيت اللي فيها. اذا هادو هما لي كروكات تاعنا راهم واجدين، او معقوده الخبز والدجاج. دي كروكات رائعين ويعني يجوا خفاف بنان بزاف. هذه هي أكلة رائعة يعني الفطور ولا الحشاء، أو حتى يعني فطور كما قلت لكم تاع رمضان اللي راه على الأبواب. وسهلة التحضير كما شفتوا، ما فيهاش حاجة كبيرة، ما فيهاش مقادير بزاف، وطريقة تحضيرها سهلة. وكذلك يعني كما قلت لكم نستهلكوا داك الخبز اللي عندنا، يعني خير ما يعني نقيسوه أو ما نصيبو ما نديرو به، يعني على الأقل نديرو يعني به وصفات كما هكذا ونستهلكوه. هذه هي، إن شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم وتجربوها انتما كذلك. نقول لكم مقادير الوصفه كالعاده راح توجدوها تحت لا فيديو في الوصف او لا ديسكريبسيون، مكتوبه بالانجليزيه والفرنسيه. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.